بعض طلبة العلم يذكرون أنه حصل للصحابة من شهداء أحد رضي الله عنهم كرامة، حيث أجرى الله منذ عشرات السنين سيلا جرف التراب الذي على قبورهم حتى رآهم الناس وأجسامهم لم تأكلها التراب. يقول هل هذا الخبر صحيح؟ الله أعلم، أنا ما أقول صحيح ولا ما أبو صحيح، ما أدري. نعم.